السلام عليكم، معكم سعد من إيكويب وكافيشوب.com. اليوم عندنا ميسور من سان ريمو نتكلم معاه على تجربته معانا through marketplace. أهلا وسهلا ميسور. أهلا وسهلا فيك. عدة أسباب، طبعاً السبب الرئيسي الماركتبليس هو أونلاين بلاتفورم، فبالتالي هو نافذة للناس كلها اللي تبغى تشوف الماكينة، تعرف مواصفاتها بدون ما تيجي المعرض حقك. فهذه طبعاً أول ميزة كانت. واحدة من الميزات الأساسية كمان إنه الماركتبليس من مع التعامل معاكم طبعاً عرفنا إنه بيتطور كثير. يعني إحنا كنا يمكن أول سبلاير عندكم تقريباً، فبالتالي شفنا إحنا التطور عندكم كيف، وبنشوف حجم المبيعات كيف بيكون بالتعاون مع بعض طبعاً. فهذه أساسيات يعني في المبيعات، إنه الواحد يدور على الفرصة اللي تتيح له إنه يبيع أكثر بطرق مختلفة. صراحة كان في تعاون كبير من الفريق تبعكم في مناقشة المشكلة أصلاً وطريقة استقبال المشكلة. يعني لما تشتغل ممكن مع موزعين ثانيين أو ناس آخرين يبدأ يكون هو بيدافع إنه لا إحنا كويسين، إحنا كويسين. الحلو في إيكويب إنه دائماً when there is a problem على طول يقول لك إيوه عندنا مشكلة خلينا نحلها، وتنحل المشكلة وما عاد ترجع تاني. فعلى مر الوقت اللي فات يعني كثير أشياء مرينا بيها حليناها، صار لها سيستم ما عاد بترجع تاني، وهذه كانت الميزة بالنسبة لي في العمل معاكم. هتكون إن شاء الله بارتنرشيب أكبر وأكبر، وإن شاء الله نوصل بيها لكل مكان في السعودية والخليج بحول الله. لا لانه انا ما اجهز مقاهي، فما ما ما اشتري من إيكويب. من كافا اشتريت بون قبل كذا من كافا. اوكي، كيف واجهت الاكسبيرينس؟ اتس ان ايزي اكسبيرينس، يعني سهله، تخش تضيف للكارت تشتري توصلك الحمد لله. لانه فرصه له، يعني لما يكون انا موزع لي برضه يقدر يوزع اجهزته الاخرى عن طريق كافا شوب ولا عن طريق إيكويب، بتكون فرصة له برضو إن هو يتوسع ويكبر. وأنا أحب كل الناس اللي يشتغلوا معايا يكونوا شركائي في النجاح، وننجح مع بعض ونكبر مع بعض إن شاء الله. تجربة ممتازة بالحقيقة. طبعاً أول ما بدأنا كانت تحكم مرة ليميتد على أشياء مخصصة، بس تطورت كثير. يعني الآن أنا أشوف الماركت بليس هو إكستنشن للسوق حقي أو للمحل حقي، كأني أنا ببيع في المكان تبعي نفسه، لأنه أقدر أتحكم في كميات، أقدر أتحكم في أسعار، أقدر أتحكم في خصومات، أقدر أتحكم في كل شيء. فالتجربة جدا ممتازة، وبتعطي التحكم حتى لما يصير مبيعات على طول بيجيك إيميل، تفك الماركت بليس تلاقي الريكوست، تجهز الشيبمنت، أنت بنفسك إن كنترول في كل حاجة. يعني الدفعات اون تايم ما شاء الله، دائما إيكويب ملتزمين بدفعات العملاء يحولوها اون تايم. الحمد لله يا رب. اقل من شهر او اكثر بتصير؟ لا اقل من شهر. هذه كان وجهة نظر ميسور من سان ريمو كيف تجربته معانا. يعطيكم العافية. شكرا.